أهلا ومرحبا بيك عزيزي المشاهد وحلقة جديدة من برنامج نور يتزايد وبندرس في هذه الحلقات عن التوبة وجالنا في في على الفيسبوك سؤال تعليق على الحلقة اللي اتقالت الماضية في يعقوب خمسة الآية بتقول صلوا بعضكم لبعض وبتقول برضو واعترفوا بعضكم لبعض فهل في علاقة بين الاثنين؟ هو هنا ما قال قال اعترفوا بعضكم لبعض م. اولا هو الحديث امريض احد بينكم م. يعني شخص م. شخص مريض يعمل ايه يجيب الكنيسه م. مش هيقدر يجيب الكنيسه كلها بيجيب الكنيسه ممثله في القاده بتاعتها م. اللي هم شيوخ الكنيسه م. ويصلوا عليه م. ولما يبقى في ايمان ينال الشفاء. الشفاء ولو كان المرض بتاعه بسبب خطية يعني م. مش كل الأمراض بسبب خطايا م. عموما كل الأمراض اللي في الدنيا دي سببها خطية آدم م. يعني سبب خطية آدم الخليقة آه حصل بعض الفساد زي ما بتقول رمية 8 م. في أمراض، لكن الرب ما خلقش الخليقة فيها أمراض، ده مم. بسبب الخطية بتاعة بتاعت آدم. مم. فكل الأمراض سببها خطية آدم، مم. لكن مش كل الأمراض سببها خطايا المرضى. آه يعني الرب قال لواحد اللي فتح عينيه قال له هذا أخطأ. يبقى هو ما جلوش العمى نتيجة خطية عملها هو أو حتى آه ابوه عملوه عملوها لهذا اخطا ولا ابواه فلكن في احتمال ان تبقى المرض بسبب خطيه الشخص تمادى فيها ولم يتوب عنها ما تابش عنها ومريض بركه حاسدة الرب لما شفاه قال له لو رجعت الخطيه هيحصل لك اشر يبقى هنا الرب بيقول بكل وضوح ان مرض المرض بتاع هذا الشخص اللي كان في بركه بيت حزه بسبب خطيه عملها هو فاذا في احتمال ان يبقى المرض بسبب خطيه عملها الشخص في الحاله دي الشخص عشان يشفى لازم يتوب عن خطيه فهنا بيقول وان كان قد فعل خطيه تغفر لا, لا. ومعنى الغفران بالنسبه للمؤمن ان العلاقه اللي انقطعت مع الرب بسبب ان انا عشت في الخطيه لما أتوب العلاقه ترجع يا ده حديث عن واحد مريض م. بعدين انتقل للحديث عن كل الكنيسه م. اعترفوا بعضكم لبعض م. وهنا ما قالش اعترفوا بعضكم ما قالش اعترفوا لشيوخ الكنيسه. مم. واضح. مم. يعني آه لما قال امريض احد بينكم فليدع آه فليدعوا شيوخ الكنيسه فيصلوا عليه. آه ما قالش بعديها اعترفوا لشيوخ الكنيسه فتشفوا. مم. دَهْ هنا اعترفوا بعضكم لبعض. <متبادل> يعني الكنيسه يبقى فيها اعتراف متبادل وايه كمان؟ وصلاه متبادل يعني انا اصلي من اجلك وانت تصلي من اجلي. وصلوا بعضكم لبعض لاجل بعض لكي تشفوا. حط الكتاب هنا شرط للشفاء. يبقى احنا عندنا شرطين عشان المريض ينال الشفاء. عندنا شرط الايمان مم. بس الايمان ده عمره ما هيبقى موجود لو احنا كسرين الوصيه الثانيه اللي هي اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لبعض لاجل لكي تشفوا وبعدين طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله يعني اللي بيعطل استجابه الصلاه مم. اني مش بنصلي من اجل بعض ومش بنعترف لبعض بالزلات و آه هنشرح بقى العلاقة بين الاعتراف والصلاة لأن هو هو ده السؤال هو ده السؤال مم. اعترفوا بعضكم لبعض مم. أنا المريض أسأت لناس في الكنيسة والناس آ... دي متضايقة مم. فأعمل إيه مم. رجعنا في الحلقة اللي فاتت للي قالوا الرب يسوع في الموعظة على الجبل في أصحاح خمسة <applause> ولأن الموضوع ده مهم ممكن تقراه تاني من انجيل متى الاصحاح الخامس الرب بيقول لو انت بتصلي ده معنى كلام الرب لو انت بتصلي وتذكرت ل اني حد زعلان منك فاترك هناك قربانك قدام المسبح عدد 24 وإذهب أولاً اصطلح مع أخيك وحينئذ تعالى وقدم قربانك. يبقى إذا لو أنا لو لو أنا مذنب مع ناس ظالمهم مثلاً م. يعني أنا ظلمت أخويا وفي الميراث خدت حاجة مش بتاعتي م. مثلاً م. آه زعلت آه أبويا مثلاً م. وهو زعلان مني م. وأنا مريض ما ده هيعطل الشفاء. اعمل ايه لازم اعترف اجيب اخويا واسوي الموضوع م. ولازم اعترف بالغلط بتاعي وهو يسامحني فهذا ده معنى اعترفوا بعضكم لبعض بالذنب طيب افترض بقى ان دول دول مش انا اللي غلطت ناس في الكنيسه غلطت فيا اه لما آآ آآ عشان ما يبقاش جوايا مراره منهم ييجوا يعترفوا بانهم غلطوا نصفي الموضوع يعني اعترفوا بعضكم لبعض دي معناه نصفي الامور لا انا يبقى جوايا مراره من حد ولا حد في الكنيسه جوا مراره مني م. لان المراره دي تعطل البركه والشفاء م. بركه من الرب م. طيب هنا بقى وصلوا بعضكم لاجل بعض م. هنا انا اعترف لك باني غلطت فيك بس في نفس الوقت بظل لك بعمل عمل محبه بصلي لك يعني اعترفوا وانت بتعترف تصلي من اجل الشخص الاخر وانت غلطت فيا انا سامحتك وفي نفس الوقت اصلي لك برضه وده اللي حصل في قصه ايوب مم. يعني قصه ايوب الرب شفاه امتى لم لما صلى لاجل اصحابه ايه اللي ضايقوه فهنا قاد الارتباط بين الاثنين الاتنين اني وعشان كده لو انت شايل من حد ابدا بانك تصلي من اجله مم. لانك لو صليت من اجله هتصفى وتتصلح الامور مم. ففي ارتباط بين ان احنا نعترف لبعض وان احنا نصلي لبعض م. و آ... آ... يبقى لما بيقول اعترفوا لبعض وصلوا من اجل بعض لكي تشفوا يبقى ده معناه أني لما يبقى عندي مراره منك او او انت بتشتكي عليا وانا مش عارف اصلي لك وانا محتاج لصلاتك و انت مب... ده بيعطل الشفاء باسم الرب يسوع جوه عائلات العائلات المؤمنه جواها يبقى في المبدا ده دا دايما في مصالحه في غفران متبادل وده اللي عبر عنه الرب لما قال ان احنا نغسل رجلين بعض ده المعنى البسيط ان احنا نعترف لبعض ونصلي لبعض ومره كمان ما قالش اعترفوا لشيوخ الكنيسه و... وما قالش صلوا لأجل شيوخ الكنيسه، طبعا احنا هنصلي من أجل القاده لكن هنا الاعتراف والصلاه مربوطين بحاجه معطله الشفاء. جالنا سؤال في الإيميل بيقول كده طلب الرب من الأبرص أن يذهب إلى الكاهن بعد شفائه هل احنا لازم نتحدث مع قصوص الكنيسه عن خطايانا بعد ما نتوب لأنه الكاهن زي القسيس يعني. اه اولا الكائن في العهد القديم ما هوش رمز للقسيس في العهد الجديد م. يعني كانت العهد القديم ما هوش رمو مش بيرمزوا للاسوس بتاعت الكنيسه لاني الكتاب فسر وقال بكل وضوح ان كان العهد القديم يرمز م. م. للمؤمن في العهد الجديد والآية واضحة وجعلنا ملوكا وإيه وكهنة وكهنة مم. يبقى جعلنا بالجمع آه ملوكا و... وكهنة وكهنة مم. وبعدين في رسالة بطرس آه آه في رسالة بطرس الأولى آه آه في آية واضحة جدا في أصحاح اثنين بيقول عننا إيه بيقول ان احنا كونوا انتم ايضا آه ايوه كونوا انتم ايضا مبنيين كحجاره كحجار حيه بيتا روحيا آه آه كهنوتا مقدسا بس كهنوتا مقدسا طيب وايه تسعة وايه تسعة بيقول فيها واما انتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء وهنا ممكن أشوف إحنا أما أنتم فجنس مختار يبقى شعب الرب في العهد القديم ممكن يرمز للمؤمنين في العهد الجديد في الحتة دي مم. مم. وكهنوت ملوكي ملوك. لأني بقينا في العهد الجديد الرب جعلنا كهنة مل... وجعلنا ملوك, ملوك. آه. آه جعل... جعلنا كهنة وجعلنا ملوك ومن ضمن يقول لك حيث كلمة الملك هناك سلطان فإحنا لما بنتكلم كلام الإيمان ممكن نتكلمه كملوك لنا سلطان نقدر ننقل الجبال اللي قدامنا نقدر ننتهر الأرواح الشريرة يبقى جعلنا ملوكا وجعلنا كمان كهنة نقدر نقدم ذبائح زي كان العهد القديم بس ذبائح العهد القديم كان بيقدمها الكان رمزها ذبائح حية بنقدمها للرب مم. بنقدم ذبيحة التسبيح بنقدم ذبيحة العطاء زي ما بتقول الرسالة إلى العبرانيين <applause> العبرانيين <applause> ونقدم ذبيحة الخدمة زي ما بتقول رسالة روميا قدموا أجسادكم ذبيحة حية فبس اللي كان بيقدم الذبائح في العهد القديم؟ كان يبقى المؤمنين كلهم في العهد الجديد كهنة مم. وجعلنا كهنة مم. جعلنا ملوكا وكهنة مم. وعزيزي المشاهد الكان كان عنده امتياز في العهد القديم يعني الشعب ما كانش يقدر يدخل الى الاقداس ما كانش يقدر يدخل لا لقدس الاقداس ولا القدس الشعب قدس الاقداس يدخله رئيس الكهنه مره واحده في السنه والكهنه يدخله ما يعني رئيس الكنه بس هو اللي يدخل قدس الاقداس اما الكنه كان مسروح بيهم يدخلوا القدس م. وعندنا قصه لما آه زكريا دخل آه آه يقدم البخور م. يعني القدس كان بيقدموا البخور والبخور رمز للصلاه في العهد الجديد فكانوا الناس بره م. وكانوا منتظرين لانه تاخر م. فإذا الناس ما كانش من حقها تدخل لكن احنا عشان بقينا كهنة بقي لنا امتياز ان احنا ندخل ومش ندخل لقدس معمول آآ آآ في هيك بأيدي الناس بأيدي الناس لا احنا بقي امتياز ان احنا ندخل الى اقداس السماء ودي مش, مش انا اللي بقول كده ده الرسالة الى العبرانيين تعلن هذا الامتياز لكل مؤمن كل مؤمن حقيقي اتغسل بالدم ليه امتياز انه ككاهن ككاهن انه يدخل الى الاقداس السماوية وهو بيصلي ونرى الآية من الرسالة الى العبرانيين وأصحاح كام أصحاح آه في آيتين آه لا نقول الآية دي آية من أصح 10 ورقم 19 آية رقم 19 آه فاذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول آه إلى لا لنا 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 جميعا مم وكل المؤمنين مفيش فرق بين بولس وبطرس وأنا وأنت مم في الحتة دي مفيش فرق بيننا مم لنا أيها الإخوة ثقة آه بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع بدم يسوع مم يبقى أنا كاهن واضح جدا 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 في هذه الآية أن الدم الدم هو اللي فتح الأقداس ليا وبقي في رسالة العمانين برضو نقرأ آية تانية بتقول نتقدم بثقة إلى عرش النعمة آية أصحى أربعة وآية رقم 16 ممكن تقرأ لنا كده فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة يبقى إذا أنا بتقدم ما حاجز يبقى انا كاهن نتقدم بثقه الى عرش النعمه نتقدم بثقه حتى ما قالش فلنقترب لا استخدم كلمه اقوى فلنتقدم بثقه الى عرش النعمه يبقى لما تقول لي ان كان العهد القديم اللي الرب بعت له الراجل الرب شاف الراجل وبعته للكاهن كان الكاهن ده ما بي ما بيرمز بتاع الكنيسه ده بيرمز لكل المؤمنين والكاهن عمل ايه يعني الرب الرب بعت الرب هو اللي شفى الراجل وشفاه من مرض البرص لان يعني الكتاب يقول ايه الكتاب بيقول ايه بقى في متى 8 وإذا أبرز اه قد عمل ايه؟ قد جاء وسجد له قائلا آه طيب يا سيدي ايوه نقف هنا الابرز جه مم. الابرز ده اسوأ رمز لأسوأ خاطئ في الدنيا مم. الابرز زمان كان ينادي عن نفسه لو حد جاي يقرب له نجس 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 ممنوع مم. الاقتراب ليا مم. فهو يتحدث عن الخاطئ النجس مم. الفاجر مم. بس في القصه دي في نعمه غنيه ان الفاجر ده جه للرب مباشره يعني يقول لك كده اذا ابرز قاد جاء وعمل ايه وسجد له يبقى انت لو مهما كانت حالتك سيئه مهما كانت النجاسات اللي في حياتك تقدر تيجي للرب مباشره دي النعمة مش محتاج وسيط لأني النعمة ده معناها أن المرأة الخاطية اللي كانت معروفة في المدينة وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة يعني معروفة في المدينة كلها جات للرب ولمسته ومحتاجتش أن يبقى بينها وبين الرب وسيط السامرية الرب رح لها ما كانتش محتاجه وسيط برغم انها كانت عايشه في الزنا. فالابرص يتكلم عن النجاسه، اذا ابرص قد جاء وسجد له. وعندنا مثل الرب يسوع لما كان على الصليب اللص اتاثر بحب الرب وهو شاف الرب بيسامح الناس اللي اللي سلمته للموت واغفر لهم الراس وتاثر وقال للرب ايه؟ اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يعني امن ان الرب كمان الملك اللي اللي هيملك وانا وده كان اعتراف منه عايز وهنا الرب قال له اليوم تكون معي في الفردوس معناه ان الشخص ده اتبرر واتغسل بالدم بتاع الرب اللي كان بي يعني في الدم كان بينزل كده ومفعوله كان رايح للخاطي اللي جنب الرب لاني لو بخطاياه ما يقدرش يبقى مع الرب في الفردوس ولا اي واحد يقدر يبقى في السماء الا لو اتغفرت خطاياه وعشان كده اهم حاجه ان الواحد يجي للرب ويتغسل بالدم عشان يبقى حياه ابديه الاعمال بتاعتي ما تقدرش تمسح الخطيه انما اللي يمسح الخطيه ايه دم الرب يسوع دم الرب يسوع يطهر من, من كل, كل خطيه يعني من اي خطيه فاللص كان مجا... كان ممكن لو قدامه في في الوقت ده كان قدامه اتنين مهمين جدا 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 ام الرب ويوحنا يوحنا وده يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه ده اللي كتب الروح القدس استخدمه في كتابه انجيل وثلاث رسائل وسفر الرؤيا ودي ام الرب اللص ما كلمهمش عشان يتشفعوا له عند الرب عشان الرب يسامحه وياخده ويخليه في الفردوس او ما لجاش لدول في اشاره ان الخاطي مهما كانت خطيته مش محتاج مش محتاج لوسيط بينه وبين الرب اللص كلم الرب مباشره والابرص اللي ممنوع حد يلمسه جه للرب بدون وسيط وبعدين قال له يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني اه فمد يسوع يده ولمسه قائلا اريد فاطهر اه وللوقت م. يعني مجرد ان جه للرب جه قلبه للرب يقول لك وللوقت ايه طهر طهر برصه ما قالش شوفي يا برصه لان البرص يتكلم عن النجاسه بتاعه الخطيه والتطهير بيتكلم عن زوال النجاسه الشخص ده طاهر امام الله وللوقت طهر برسه برسه يبقى هنا آآ آآ بعدين طب ما الرب بعته ليه للكاهن قال له ايه الرب اذهب اري نفسك للكاهن كان م. يعمل له ايه مش هيضيف حاجه ما المقابله بينه وبين الرب خل غفرت خطاياه ما ده معنى انه طهر خطايات غفرت والنجاسه مشيت طب ما رايح للكاهن ليه بتاع العهد القديم الكتاب يفسر نفسه آه. آه وقدم القربان اذهب اري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي امر به موسى لان موسى قال لما الابرص يشفى يروح يوري نفسه للكاهن عشان الكاهن يكتب شهادة إن ما عندهوش مرض فمسموح إنه هو مش هيروح للكان عشان كان يشفيه هو مش هيروح للكان عشان خطيئة تتغفر ده حتى في العهد القديم هو بيروح للكان بس عشان كان يكشف عليه ويقرر إن ده ما عندهوش مرض فبدل ما يعيش في حتة منعزل عشان ما يعديش حد يسمحوا له يدخل المدينة فهنا قال له بس هنا الرب بقى بعته ليه اذهب اري نفسك للكان اعمل اللي قال عنه الشريعه الذي امر به موسى إيه شهاده له لهم. يبقى الرب بعته للكان عشان اي 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 اللي حصل معاه ان كان عنده برص، كان عارف ان ده عنده برص وكان مسجل ان ده ممنوع يدخل وسط الناس بس هنا الرب بعته شهاده عشان يشهد مين اللي شفاه؟ انت انت كان عندك برص شديد جدا يعني الكتاب بيقول عن واحد عن ابرص انه كان مملوء برصة في القصه في انجيل تاني يعني يعني كان مملوء برص مين اللي شفاه يسوع فهو رايح يكلم القسيس او يكلم الكاهن اسف عشان يبقى شهاده للكاهن ان المسيح جه <applause> وانا رحت للمسيح وشفاني والكان برضه صار يروح للمسيح عشان المسيح يدي له الخلاص فاذا القصه دي ملاش اي علاقه بان لما واحد يتوب يروح يقول اللي عمله للقسيس هو ممكن يروح يقول اللي عمله للقسيس بس مش عشان خطيئه تتغفر <applause> ممكن علشان ياخد ارشاد ما يقعش في الخطيه دي تاني عايز يتعلم دروس فاه يعني مش معنى اللي انا بقوله ده انك انت ما تحكيش للمرشد الروحي ولا لأسيس الكنيسه عن اخطائك من حقك ما تحق ما, ما تحكيش بكل تاكيد وخطاياك بتتغفر من علاقتك المباشره مع الرب انما ممكن الروح القدس اللي جواك يقودك انك تحكي في في امر انت دايما بتقع فيه لاني المرشد الروحي بيبقى عنده نعمه من الرب يقدر يساعدك بيها فهنا ممكن الاعتراف بالاخطاء لناس ناضجه في الكنيسه بلي الارشاد الروحي وليس لنوال الغفران نوال الغفران الرب مباشره بلا وسيط ما مش محتاج حاجه انت والرب وحتى الايه بتقول كده نعترفنا اعترفنا بخطايانا وفي سياق الحدي... لما تقرا الايات اللي قبلها دي انا اعترفنا للرب مباشره انما ممكن تعترف بخطا علشان عايز ارشاد روحي ده, ده الهدف اختلف لكن اوعى تعترف بخطأك علشان تاخد غفران غفران بيديهولك الرب من ااا آآ كلامك المباشر مع الرب واعترافك المباشر للرب طيب في قصة في الكتاب المقدس أما داود سقط في الخطية ونسان النبي في صموئيل الثاني 12 وعدد سبعة ونسان النبي راح له وداود قال نسان قد اخطأت الى الرب وزي تاب وكان نسان موجود يعني هل مش دي برضو دليل او ممكن تقول لنا انه حلو انه يقول قصاد يعترف يعني اكنها يعني, يعني الموقف ده يشبه يعني كده. لا ما آآ آآ هو داود ما راحش لنسان ده نسان اللي راح لداود ده مختلف ونزال راح لداود ليه؟ عشان داود ما كانش عايز يعترف للرب وده نبي فالرب بيقول له انت كنبي وصل له رساله فهو راح يقول لداود انت ما اعترفتش للرب وانت لازم تعترف للرب فداود لما الكلام بتاع نسان لانه في مسحه وفي قوه لان ده نبي طلع من ال... وكان عامل لنفسه دينايل كده ومش عايز يعترف بخطأه للرب زي ما قال بعد كده في مزمور من المزامير بس لما وكه نسان بقصة ممكن عزيزي المشاهد تراها على طول قال له آه أنا فعلا غلط وابتدى يعترف للرب ما اعترفش لنسان اعترف للرب فين بقى طلع معايا بسرعة كده عشان الحلقة الرابط تخلص مزمور واحد وخمسين يقول لك مزمور لداود عندما جاء إليه ناسان النبي هذا العنوان وعلى طول اعترف للرب بخطأ وقال له اغسلني كثيرا من اسمي لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت فناسان استخدمه الرب عشان داود يفوق ولما فاء داود اعترف للرب بخطأه مش اعترف لناسان في مزمور شهير هو مزمور واحد وخمسين وانت عزيزي المشاهد تقدر وانت امام الشاشة دلوقتي تعترف بأي حاجة للرب مش محتاج تستنى مش محتاج تعمل خطوات قبليها وتعمل حاجات كتير انت محتاج على طول تروح للرب زي ما الراجل الأبرز ده راح للرب ونال وتطهر من كل خطيه كانت فيه والرب بيحبك جدا والنهارده عاوز يشيل ثقل الخطيه من على قلبك ومن على ظهرك وعاوزك بعد بعد ما تقف قصاده كده تطلع فرحان وواثق انه الرب قبلك وغفر لك خطيتك وزي ما سمعنا ايا كانت نوع الخطيه دي وايا كانت مساوئك وايا كانت اللي عملته في الماضي قطرة واحدة من دم الرب على الصليب قدرة إن قد عندها القدرة أنها تطهر كل خطاياك عزيزي المشاهد الرب معك وإلى حلقة قادمة هندرس في الحلقة دي عن موضوع التأديب لما الرب يقدمني أحس إن دي حاجة ده امتياز ليا عشان ما تتأدبش عشان ما أحكم على نفسي الرب مش هي... هي... هيستخدم العصايه وانت مش فاهم هو بيعمل كده ليه